لسه مكملين مع حضراتكم في الاهلي الليله والفقره الحواريه الثانيه، اكيد فقره مهمه جدا هنتكلم فيها عن امور كثيره جدا، اهمها لقاء النادي الاهلي ان شاء الله بكره مع الانتاج الحربي في الساعه 8 بتوقيت القاهره، ونجمنا اللي مشرفنا ومنورنا هو نجم من نجوم النادي الاهلي الكابتن احمد عبد الفتاح. كابتن مرحب بيك. انا مبسوط جدا النهارده معاك عمر وان شاء الله تكون حلقه كويسه كده لجمهور النادي الاهلي ونكون مبسوط بيها ان شاء الله. كابتن احمد، في البدايه قبل ما نروح لماتش الاهلي والانتاج الحربي، انا عايز اروح مع حضرتك لمؤمن زكريا. انا عارف ان حضرتك يعني يوجد علاقه طيبه وجيده مع مؤمن زكريا، وحضرتك اول واحد حطيت عينك عليه لما كان موجود في ناشئ النادي الاهلي وخرج من خلاله النادي الانتاج الحربي في وجود حضرتك في الجهاز الفني. يعني تواصلت مع مؤمن ازاي بعد ما حضرتك شفت الـ يعني الاصابه الاخيره، مش هقولها ازمه او مشكله، ان شاء الله ربنا يشفيه ويعافيه، وحضرتك كنت حريص انك تزوره في البيت، وكان في قصه بقى حضرتك تحكيها لي ازاي اخترت مؤمن زكريا في بدايه مشواره مع الانتاج. طبعا بدايه مؤمن محدش يقدر يتكلم على كلاعب مميز جدا في النادي الاهلي ومن نجوم النادي الاهلي واكيد مفتقدينه الفتره اللي فاتت طبعا. دي وان شاء الله يتم الشفاء على خير ان شاء الله، وشفنا الفتره اللي فاتت قد ايه حصل دعم كبير جدا من جمهور النادي الاهلي وقبل كده مجلس اداره النادي الاهلي وقف جنب مؤمن، وان شاء الله الفتره تعدي على خير ومؤمن نشوفه في ان شاء الله. بعد ما شفنا الحلقه طبعا كان في تواصل، كان محدش عارف يوصل لمؤمن في التليفونات، ما كانش بيرد على حد. كان طبعا لان كان في اكيد برامج كتير بتدور انها تعمل مع لقاء او صحفيين، هو ما كانش بيرد على حد خالص. فيوم بالليل كده كابتن طارق يحيى لقيته بيكلمني بيقول لي عايزك تسالي على العنوان بتاع البيت عنده. سالني العنوان ده فين؟ فبقول له كابتن طارق انت شفته، كابتن طارق يحيى على فكره، كابتن طارق برضه يحيى طبعا. فكابتن طارق انت شفت العنوان ده فين؟ قال لي اصله لما جمهور النادي الاهلي راح انا قريت اسم الشارع. كابتن طارق يعني كان يعني طبعا اكيد متضايق جدا وكان عايز يوصل لمؤمن باي طريقه. يعني كابتن طارق سال حضرتك على عنوان مؤمن؟ قال لي اسالي العنوان ده فين؟ قال لي انت عارف العنوان؟ قلت له انا ما اعرفش عنوانه فين. يعني هو شاف العنوان في الفيديو اللي جمهور الاهلي راح فيه المؤمن، لقط اسم الشارع، قال لي اسالي الشارع ده فين؟ ما شاء الله. فعلا ما حدش خد باله، بس هو كان تركيزه ان فقلت له كابتن انا طب هسال كده. حاولت لقيته يوم تاني يوم بالليل بيقول لي ان هو مؤمن رد عليك في رساله وقال له مؤمن انا جاي لك دلوقتي، فبيقول لي استناني خلاص كانت الساعه كمان 12 بالليل، الوقت كان متاخر جدا. قال لي احنا لازم نروح دلوقتي، استناني في عباس العقاد. ماشي انا جاي لك دلوقتي حالا. قلت له كابتن انا مروح. قال لي لا استناني دلوقتي. قلت له حاضر. المدير الفني بقى ما اقدرش، المساعد بتاعه ما اقدرش اقول له لا. فاستنيته في عباس العقاد نص ساعه كان عندي. فعلا العنوان ده عنوان قريب جدا في عباس العقاد يعني. وطلعنا المؤمن قعدنا معاه شويه الحمد لله واطمنا عليه وكان مبسوط ساعتها لان اليوم ده كان قاعد مع كابتن محمود الخطيب في نفس اليوم دوت وعرفنا ان هو كان تاني يوم الخميس، يعني كنا الثلاثه عنده بالليل مسافر يوم الخميس المانيا. اطمنا الحمد لله وعرفنا ان هو رايح نفس المستشفى اللي كان فيها كابتن الخطيب بالظبط كده، وقال لنا نفس المستشفى ورايح هناك وهيشوف الدنيا ايه وان شاء الله في هانوفر تحديدا في هانوفر في المانيا. فلكن مؤمن نفتكر كمؤمن، انا مؤمن اصلا شفته وهو لسه كان خارج من النادي الاهلي سنه 2008 كان 2008 2009 كان مخلص ناشئين النادي الاهلي وكان يعني كان بيقول ان هو هيلعب درجه اولى مش هيلعب فريق اول وتم الاستغناء عنه. فانا كنت خلاص كنت انا توليت المهمه مع كابتن طارق يحيى الانتاج الحربي، كنا لسه صاعدين في الدوري الممتاز. فقلت لكابتن طارق يحيى في ماتش اهلي وزمالك النهارده، كان اهلي وزمالك شباب. السن ده بالظبط ده في ولد اسمه مؤمن زكريا وانا عارف ان النادي الاهلي هيستغنى عنه، عايزك تبص عليه يا كابتن طارق. فكابتن طارق يحيى راح اتفرج على الماتش ده وكان مؤمن هو واسلام اسلام عادل الاثنين وبدوا معانا يخشوا معانا فتره اعداد وفرقه بقى كانت لسه مكونه. فكابتن طارق برده ما يعرفش معظم اللعيبه قوي يعني في لعيبه مختلفه لكن اللعيبه اللي هم الصغار اللي طالعين تحت السن دول مؤمن مالوش اسم في الدوري الممتاز ولا اسلام فبعد اسبوعين ثلاثه كنا طالعين معسكر اسماعيليه، بدايه المعسكر الخارجي وبدينا ندي فلوس للعيبه اللي هو المقدم العقد. فقال لي انا لسه مش هدي فلوس لمؤمن دلوقتي هو اسلام. فقال لي لا اصبر عليا شويه. انا فاكر يا كابتن. قال لي اصبروا بس عليا شويه انا لسه ما خدتش قرار فيهم قوي. فقلت المؤمن مؤمن زعل قوي. قال لي لا انا مش قادر اكمل. قلت له مؤمن عشان خاطري حاول تيجي. اسلام
صمم اسلام عادل صمم، قال لي لا انا جاي لحاجه ثانيه وهمشي. انا هو اتكلم، انا بقى عرفت عن طريق اسلام الحوار ده حصل. اسلام كان بيتكلم معايا وقال لي اسلام قلت له اسلام قال لي خلاص يا كابتن الموضوع بالنسبه لي ده. فكان معاهم وكيل لاعبين كان ساعتها سيد مرعي انا فاكر كويس قوي اليوم ده. قلت له سيد حاول تاثر على مؤمن ان هو يجي عندنا ماتش يوم الثلاث مع المريخ السوداني، يجي كابتن بس يبص عليه، يجي بس الماتش ده. وانا عارف انا لما اقعد مع كابتن طارق كده بالراحه هنحاول هنقنعه، يعني هو كابتن طارق بس ايه عايز يشوفه مره واثنين وثلاثه يتاكد عشان يبقى ايه متاكد 100%. لكن كابتن طارق بيتكلم عليه هو متاكد ان هو لعيب كويس، هو متاكد بس ايه حصل زياده تاكيد. حصل في بدايه فتره الاعداد ما كانوش مركزين قوي مؤمن واسلام، فايه فخلى الكابتن ممكن الكابتن يكون انا بقولها صدمه نقلة. صدمه الخروج من النادي الاهلي علشان تروح تلعب في نادي ثاني ممكن يبقى الموضوع يكون صعب يا كابتن. حصلت لنا كلنا لسه مش مستوعب ايه اللي بيحصل، مش فاهم اللي بيحصل. لعيبه كبار احنا يعني هكمل لك قصه برضه حصلت مع في نفس الموسم ده محمد ابو العيله جانا بتاع نادي كابتن نادي الزمالك. طبعا انا فاكر يا كابتن حكيت لك قصه مؤمن. طيب خلص مؤمن المهم اقتنع انه يجي الماتش. لا مش اقتنع، قلت له طب كلمني كمان يومين. كان ده يوم جمعه، كلمني يوم الاحد قلت له تعالى يا مؤمن الثلاث الماتش هنلعب شويه بس. قال لي خلاص انا هاجي عشان خاطرك يا كابتن احمد وكده بس انا متضايق. قلت له بس والله تعالى والموضوع ان شاء الله يعني. المهم جه والكابتن حاطط التشكيل كابتن طارق ومؤمن كان قاعد معانا احتياطي فاحنا قاعدين على الدكه بره. قال له كابتن مؤمن حاضر نزله دلوقتي. فخلاص ناقص 10 دقايق بالظبط. نزل 10 دقايق. نزل 10 دقايق قال لي العبوا مهاجم. خلي قول له يلعب مهاجم. نزل مؤمن ماتش المريخ السوداني بقى اول ماتش دوري اول ماتش ودي في فتره اعداد صعب ولسه طبعا. الفرقه ما كملتش ولسه محدش فمش حدش هيبان قوي يعني. فرحت كابتن طارق بس كابتن طارق عارف يعني هو عارف ومتاكد بس ايه عايز حد يشجعه او حد يقول انت عارف ده دور ده دور المساعدين المدير الفني ان لما يكون هو تحس ان المدير الفني عايز مسانده في القرار. هو ده دورك انت كمدرب عام او كمدرب ان انت كجهاز فني انك انت تدعم المدير الفني في قرار معين حاسس ان هو ايه عايز تشجيع منك فيه. فانا عارف ان هو مقتنع بيه بس عايز حد ايه يقول له كابتن لا خده ما تقلقش. فانا ملت عليه كده قلت له كابتن انا بقول لك خده على مسؤوليتي. انا قلت له انا قلت لك انا ما قلت لكش على لعيبه قبل كده خده على مسؤوليتي بس انا مؤمن عشان انا متابعه انت حضرتك مش متابعه قوي. رد عليك في اللحظه دي يقول لك ايه؟ سكت سكت. ده يعني سكت. يعني جابت معاه هيفكر هو كابتن ادم سكت يبقى بيفكر. بس فالماتش خلص 10 دقايق بالظبط خلص. انا قلت خلاص كابتن طارق هي ايه بقى هنمشي ويبعت لمؤمن يقول له معلش الموضوع هيبقى صعب. انا قلت كده ما سالتوش. المشاهد كلها بتقول الماتش وحش وهو كمان ما ظهرش ان هو يعني هو مش بيشوفه كمان. المشاهد كلها ان مؤمن خلاص هيمشي والموضوع ما تعرفش هيوصل لفين. اصل مؤمن اصل هو النصيب بيوديك لفين. انت ممكن يحصل كده والموضوع معاك يقفل وما تلعبش كوره. صح نصيبك. وحصلت في مع ناس كتيره جدا تجربه تاثر عليك ما تخليكش تكمل كوره. فلقيته جمع الناس كابتن طارق قال له مؤمن خلاص انت معانا وروح خد لبسك وانت تكمل معانا في المعسكر. المهم كملنا وحظ ان مؤمن اول مباراه او ثاني مباراه كل كان طبعا كان ان هو متواجد في الفرقه الاساسيه كانت صعبه شويه. بس الظروف جاته في تاني ماتش في الدوري مع نادي الزمالك على ملعبنا في السلام. كان تيم كان المدير الفني هنري ميشيلي. انا فاكر كويس قوي لان الماتش ده احنا خسرنا 3-2 بس عملنا من احلى مباريات فرقه الانتاج الحربي في السنين اللي كان فيها الانتاج الحربي. مؤمن عامل مباراه مش عايز اقول لك عامله ازاي. جه تاني يوم كابتن طارق عمل اجتماع قال لي يا مؤمن انا مش هنسى الكلمه دي عشان انا لو كنت مشيتك. هو مؤمن ما يعرفش الكواليس دي كلها. احنا كنا لسه قاعدين انا لما كنا عنده في قلت له مؤمن انت ما تعرفش حاجه حصل كذا كذا كذا. كابتن طارق نفسه يقول لي لا يا ابني انا قلت مش انا كده متذكر الموضوع ده كويس جدا. صح. فقال له يا مؤمن لو كنت مشيتك كنت زعلت عشانك قوي. لو شافه في حته تانية يعني وتالق. وفعلا تقلق بقى مؤمن بعد كده وراح نادي المصري وبعدين ام بي وبعدين نادي الزمالك وبعدين نادي. فمن اللعيبه اللي تعبوا وبداوها من الاول وكل نادي راحوا مؤمن لو تفتكر هيبقى ليه لمسه وليه اداء وليه اهداف من اللعيبه اللي اثرت في كل نادي بيلعب فيه. ده حقيقة دي حاجه ربنا يكرمه ان شاء الله ويقدر نرجع بالسلامه. هو انا شفته في صوره امبارح اول ما هو رجع يوم الخميس اللي فات
بالظبط كده. فان شاء الله ادم رجع بدري كده يبقى في هو قعد اسبوع عمل بعض الكشوفات والتحاليل هتظهر في اقرب وقت عشان يحطوا ايديهم على المشكله اللي موجوده ان شاء الله ان شاء الله عند مؤمن. طب يا كابتن مشوار حضرتك الفني اسالك سؤال يعني معلش اهلاوي وزملكاوي ازاي الكيمياء مشت؟ كابتن طارق يحيى بص كابتن يحيى عشان بس ايه ده حاجه انا عشان كنت مستغرب انا عايز اسال يعني انا اتسالت كتير جدا الموضوع بس كابتن حضرتك عارف ان الزمالك دايما بيجيبوا زمالك طبعًا. والاهلي بيجيب اهلي لكن نادرا مش هنقول مستحيل لكن نادرا لما نشوف اهلاوي وزملكاوي في وقت من الاوقات كابتن طارق كنت انا شغال انا موجود في الانتاج الحربي من هم الفريق بالدرجه الرابعه كانت بدايه ان انا بشتغل في التدريب مع ابو مسلم ابو مسلم جانا في الدوري الممتاز انا بقول لحضرتك فانا صعدنا من الدرجه الرابعه وانا موجود مدرب كان اداره الانتاج الحربي الدكتور سيد مشعل وزير الدوله الانتاج الحربي كان بيحبنا او كان لينا اصطاف معروف في الانتاج الحربي يجيب اي مدير فني بس الاصطاف ده موجود ما بيتغيرش كابتن سعيد عبد الحليم مدير كوره كابتن طارق حسن وكابتن احمد عبد الفتاح مدربين وكابتن رضا غنيم مدير اداري دول ده الاصطاف كابتن امام عبد العال مدرب حراس مرمى الاصطاف ده اي مدير فني يجي ودول الناس دول شغالين معاه يعني جالنا الاول سنه كابتن كمال عثمان انا فاكر وصعدنا معاه من الثانيه للدرجه الاولى الدرجه الاولى اشتغلنا مع كابتن عبد الرحيم محمد ادو هو جهاز زملكاوي كابتن عبد الرحيم محمد اشتغلت معاه وبعد كده لما صعدنا في دوري ممتاز صعدنا مع الكابتن سيد عبد الحليم اللي هو مدير الكوره كان حصل مشكله مع كابتن عبد الرحيم كده وهو كمل وصعدنا السنه دي فجينا في الدوري الممتاز قالوا نجيب مين كابتن رايح جه ومعاه طارق مصطفى ونفس الجهاز واشتغلنا وعملنا سنه من اجمل السنوات كانت في الانتاج الحربي اول سنه لما كان الملعب نجيل صناعي انا فاكر كانت سنة حلوه يعني جدا تهروا الفرق كلها هناك لان اللي محدش يعرفه كان لسه اول ملعب الانتاج الحربي ده ما كانش فيه ملعب نجيل صناعي خالص في مصر لا ما كانش فيه وده من الفئه الاولى ولا فيه كان سرعه الكابتن طارق يحيى كان يقول لك رش الملعب قبل الماتش كمان 10 دقايق كنا والله زي ما بقول لك كده اول 10 دقايق ربع ساعه لازم تكون كسبان 2-0 ليه؟ بس يا كابتن بيأثر بدنيا على فرقه ثانيه لا لو سرعه الكوره مش عالي سرعه الكوره ما انا بقول لحضرتك عالي احنا بنشوفه وهم بيسخنوا بنقعد نضحك بيبقى لسه ما فيش ملاعب بقى مش متعودين على سرعه الكوره في الملعب النجيل الصناعي مختلفه عن الملعب النجيل الطبيعي دلوقتي ملاعب النجيل الطبيعي كثرت في مصر النجيل الصناعي قصدي كثرت في مصر فكنا كل الفرق بتيجي تلعبنا اول ربع ساعه ثلث ساعه يكون ماتش خلصان 2-0 وقبل ما ياخد على الملعب تيجي الشوط الثاني ادائهم بيتغير خلاص اللعيب بيبقى خلاص خد على سرعه الكوره الكوره لما بتتحرك في سرعه ايه هو سرعته مع سرعه اللعيب الحاجات دي كلها بيتعود عليها خلال الشوط الثاني بس احنا بنكون مخلصين فالسنه دي مش هنساها كانت سنه حلوه حتى وصلنا فيها الدور قبل نهائي كاس مصر وخسرنا من النادي الاهلي بهدف لعماد متعب متهيألي كملت مع كابتن طارق بعد كده لا. كابتن احمد كابتن طارق راح المقص انا برضو زي ما بقول لك موجود في الانتاج الحربي في الانتاج حضرتك بتفضل انك تكون موجود مع الاستقرار حضرتك يعني بتفضل انك تكون مستقر وهو كان معاه ما هو كان معاه كابتن طارق مصطفى راح المقص وانا فضلت في الانتاج وكان ليا يعني الحمد لله علاقتي كانت كويسه بالناس فقدرنا ان انا اقنعهم ان هنجيب كابتن اسامه عربي جبنا كابتن اسامه عربي واشتغل معانا سنه ثانيه في الدوري الممتاز اشتغلت معاه وبعدين سنه ثالثه اللي هي جبنا فيها كابتن كمال عثمان اشتغل سنه في الدوري الممتاز احنا مشينا في النص السنه بقى دي حصل تغييرات والثوره وكده وحصل تغيير الدكتور سيد مشعل وزير الدوله الانتاج الحربي اتغير فالناس كلها اتغيرت فبدا يفكر في ناس جداد كابتن طارق لما طارق مصطفى المدرب عام شغال معاه على طول طارق بدا يفكر يشتغل كمدير فني طلع المغرب صح فجت فرصه لكابتن طارق ان ياخدني معاه كانت فرقه الشرقيه مين اللي كان شغال معاه قاعد طبعا يراجع مين كان شغال معايا تاني غير طارق مصطفى قاعد بيراجع مين قال لك احمد عبد الفتاح حضرتك كلمني مره فبيقول لي انت فين كنت انا موجود ساعتها في نجوم المستقبل مع ياسر رضوان فقال لي احنا جاي لي موضوع الشرقيه وانا عايزك معايا قلت له يا ريت يا كابتن انا اتمنى فجي الموضوع بقى وبعد كده خلاص بقى بقينا رحنا بعد كده بتروجيت بعديها وسموحه السنه اللي فاتت بس السنه اللي فاتت كانت سنه غريبه شويه بتروجيت كنا عاملين اداء ولا اروع النتائج ما كانتش مساعدتكم خالص من الحاجات اللي انا مستغربها في الكوره يعني كنا نقعد نتفرج على الفرقه وشغالين تلاقي اداء كل الفرقه كانت بتروجيت بتلعب احسن كوره ونيجي نخسر فعلا كان موضوع غريب جدا
كابتن احمد عبد الفتاح فينه دلوقتي؟ انا شغال في شركه بتروجيت، انا موظف في الشركه، والشركه مسكني مدير البراعم والاكاديميات. انا ماسك مدير البراعم والاكاديميات دلوقتي في الشركه مع مهندس حاتم اللوزي اللي هو عضو مجلس الاداره. هو المسؤول عن البراعم والاكاديميات. وعاملين عندنا 4 فروع كويسين جدا، فرع في القاهره الجديده، وفرع في المطريه، وفرع في السويس، وفرع في الشرقيه. لو جه الكابتن احمد فرصه ان هو يرجع تاني للدرجه الاولى او للفريق الاول، ممكن اقول لك عن طريق بتروجيت؟ اكيد طبعا. لا بص، انا 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 ماسك حاجه في الشركه بتاعتي ان انا نفسي اخدمها في اي حاجه. لكن مش هو ده الحاجه اللي بتخليني ابقى مبسوط وانا بشتغل. لا، انا راجل مدرب. انا راجل شغلتي الملعب. فكرتش يا كابتن تبقى رجل اول في يوم من الايام؟ اشتغلت فتره. طب مش ناوي تكمل؟ اشتغلت تليفون بني سويف. تمام، خطوه كويسه جدا. بس بيه فتره من سنتين كده، من امتع التجارب اللي انا اشتغلتها. اتعلمت يا كابتن لما تكون مساعد او تكون مدرب، وفرق بين مدرب وفادتني وحطيت نفسي ومدرب. صح كده؟ طبعا. ودي اللي خلتني برضو في التعامل مع كابتن طارق، عارف قد ايه انا دوري ايه، وعارف انا بتعامل ازاي، وعارف احساسه كمان هو في وقت معين بيبقى في خلال الهزيمه وخلال المكسب، لان انا مريت من اقولك من احسن التجارب اللي مريتها. بس يا كابتن جريء قوي المدرب اللي يشتغل مدرب 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 سنين طويله ويجي ياخد خطوه المدير الفني لوحده، في الاول بيكون في خوف او في ارتباك، يقول يا ترى انا هنجح، يا ترى هعرف اعمل الشغل اللي المدير الفني كان بيعمله. ما كانتش في حساباتي. انا هحكي لك على موقف الموضوع ازاي. كنا مشينا من الشرقيه وجالنا جيل كابتن طارق موضوع نادي الجيش مدير فني. كويس، كابتن راح مكلمني قال لي احنا جايين الجيش، وبكره عندنا اجتماع بكره في النادي في نادي الجيش. طيب رحنا. بعد ما رحنا حصل فيه اختلاف عليا شويه. هو الراجل رئيس النادي عايز يجيب، بعد ما قال لي كابتن طارق، كابتن قال له معايا احمد عبد الفتاح. الراجل قعد مع نفسه شويه، لا قال له احمد مش هينفع، لان هو كان عايز يجي محمد صلاح ابو جيش. تمام. فكابتن طارق قال لي لا انا همشي. انا قلت له لا كابتن، احنا هنروح من بعض فين؟ خلاص كمل التجربه دي، وان شاء الله انت محتاج ان انت يعني تاخد الفرصه دي في نادي الجيش وفرقه كويسه، هتعمل شكل كويس. فاشتغل انت وهنتجمع تاني، ما تقلقش ان شاء الله خير. فهو كان مصمم، قلت له لا معلش، وانا حاولت معاه كتير لغايه ما الحمد لله كمل. لان كابتن طارق كمان بيحب يشتغل في نادي الجيش قوي، علاقته كويسه جدا بالناس وبيحترم الناس جامد جدا هناك. واشتغل، وانا بقى الفتره دي كنت يعني عارف ايه هي ازاي حصل الموقف ده. فبكلم تامر النحاس، تامر وكيل لاعبين، بس تامر كان صديق كان بيلعب جنبي فيروت في النادي الاهلي. سفر طويل قوي. انا كنت انا قصير، هو تامر ما شاء الله الله اكبر. كنت انا يعني العب لي الكوره اجيب جون وروح شايلني كده على ايديه، وكانت صحته الله اكبر يعني. بسم الله ما شاء الله. الناس الجميله يا تامر محسن. فبقول لي بقول له تامر انا عايز اجرب اشتغل لوحدي. فبيقول لي شغل لوحدك يا ابني، مش مع كابتن طارق في نادي الجيش؟ قلت له لا انا ما حصل الموقف وما رحتش. قال لي طب بقول لك ايه، هو كان ماسك شغل تليفونات بني سويف، قال لي نروح بكره تليفون بني سويف قبل استاذ احمد سعد اللي هو المشرف مع الكوره، وشوف جرب التجربه دي وشوف الدنيا. بس الدنيا هناك صعبه قوي، الامكانيات الماديه صعبه جدا، بس انت محتاج التجربه دي. مش عايز اقول لك ان انا كنت بعمل ايه. انا كنت بسافر بني سويف كل يوم وباجي، مش بقعد هناك، لان انا بشتغل في بتروجيت. لازم اكون متواجد في بتروجيت الصبح، وبعد كده اروح مسافر الساعة 12 مسافر بني سويف، امرن الفرقه وارجع تاني القاهره. قعدت 4 شهور 5 شهور كده ومستحمل، وكانت ماديه ضعيفه، بس كانت معايا مجموعه. عارف لما بتكون انت شغال ومعاك فرقه كويسه طبعا، وعامل بيها نتائج وعامل بيها شكل، اكيد بتشتغل وانت مستمتع مش عايز اي حاجه. دي فعلا اللي حصل معايا مع الفرقه دي. وانهيت التجربه يا كابتن بعد 5 شهور. بعد 5 شهور الموسم خلص خلاص، وجت بقى السنه اللي بعديها كابتن طارق لقيته بيكلمني عشان موضوع بتروجيت. لا متهيألي لا، في حصل حاجه تانية. بين سنتين جالي فرقه بهتيم كانت بتلعب في الدرجه الثالثه، وكابتن طارق ساعتها كان ماسك في الزمالك. فخلاص انا طبعا مش هشتغل في الزمالك. بس الكابتن مصطفى كمال
لا انا بالنسبه لي الموضوع، لا انا بالنسبه لي الموضوع هيبقى اوكي ماشي معاك، بس انا متهيألي انا احساسي انا بص عمر انا لو حاجه، بس انا مش بقول شعارات ماشي انا طبعاً انا 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 ساعات بحس ان انا ما لعبتش كوره في النادي الاهلي، انا مشجع النادي الاهلي صح، بتكلم بجد والله على الفيسبوك. اه والله بتكلم بجد ساعات بس حوالي ده، لا بتكلم كالمشجع ما بحسبهاش خالص بقى، لكن اشتغل في نادي الزمالك لا ما تخيلتش نفسي، هذا كان عمليه بالنسبه لي صعبه جدا. كابتن احمد، الانتاج الحربي هيلعب النادي الاهلي بكره ان شاء الله، ايه اللي اختلف من الانتاج الحربي عن الفتره اللي حضرتك كنت موجود فيها للفتره الحاليه مع كابتن مختار؟ مختار عندهم استقرار، كابتن مختار بيقدم مواسم اكثر من رائعه، مدير فني محترم، مدير فني حقق بطولات مع ام بي، وحتى في الفتره اللي كان موجود فيها في عمان على ما اتذكر، وبالتالي مدير فني صعب دايما بيتعب الاهلي والزمالك والفرق الكبيره في مصر. هل مواجهه الاهلي امام الانتاج الحربي في الاسبوع الثاني بالنسبه للنادي الاهلي، هل حضرتك شايفها مواجهه عامله ازاي؟ حساباتها اخبارها ايه؟ الامور الفنيه بين الفريقين، الاهلي عنده مدير فني جديد، ماتشات ورا بعض، الانتاج الحربي مريح بيلعب كل ماتش على مهله، تقييم حضرتك بشكل عند المباراه؟ والله بص الانتاج الحربي السنه دي مختلف، جاي مجموعه من اللاعبين اللي شفتهم كانوا بيلعبوا بتروجيت ماتش ودي، ورحت اتفرجت، جاي مجموعه من اللعيبه كويسه جدا، كابتن مختار بيعرف يختار حجز كمان اللعيب الافريقي، بيعرف يختار مجموعه من اللعيبه الافارقه، كابتن مختار عينيه هايله في الموضوع ده، زائد المجموعه اللعيبه اللي استقرت من الموسم اللي فات كملوا، لان كابتن مختار برضو حصل السنه اللي فاتت لو تفتكر حصل مشكله كبيره جدا بالنسبه له ما حدش متذكره قوي، كابتن مختار الدور الاولاني جمع حوالي 26 بوند او 27 بوند، وتفتكر بدايه الدوري ان الانتاج قعد في الثالث رابع اسابيع كتيره جدا، جه الدور الثاني اخر مباراه كان بيصارع الهبوط، كان مع الاتحاد او فرقه كده وتعادلوا، او وادي دجله، كان ماتش وادي دجله فاكر كويس قوي، وتعادلوا كان محتاجين بوند، فجاب الدور الثاني 10 بوند، فكابتن مختار وفرقه الانتاج الحربي تملي بالذات بيعرف يجمع بوند كويسه جدا للدور الاولاني، وهو جاب مجموعه من اللعيبه، خد مثلا لعيب من بتروجيت لعيب هايل، كان في كلام اول الموسم السنه اللي فاتت في النادي الاهلي محمد فيرا بيشتغل على الجنب اليمين قدام لعيب هايل من لعيبه مميزه جدا، لكن انا من وجهه نظري بعد شفت فرقه النادي الاهلي، لا فرقه النادي الاهلي مختلفه السنه دي، ما شفت اداء النادي الاهلي في مباراه السوبر، ومش هتكلم على مباراه افريقيا اللي هناك، لا نبتدي من مباراه السوبر، مباراه الزمالك شكل النادي الاهلي مختلف، بمعنى احنا كمدربين او بنيجي نتفرج على فرقه او بنتفرج على ماتشات مش بنتفرج فرقه بتكسب فرقه بس، لا شكل الفرقه بتلعب ازاي، النادي الاهلي من الفترات القليله خلال العشر سنين اللي فاتوا الخطوط المتقاربه بين اللعيبه كانت كويسه جدا، نتكلم خلال ال 60 دقيقه الاولانيه اول مره اشوف الاداء النادي الاهلي بالشكل ده، اللعيبه قريبه جدا من بعض بيتحركوا كمجموعه في الدفاع وفي الهجوم، زائد كمان كل مركز دلوقتي في النادي الاهلي في واحد واثنين مستواهم عالي جدا، يعني لو غاب واحد او اثنين في المباراه للاصابه او الانذار مش هيحصل لك تاثير زي الموضوع السنه اللي فاتت، يعني مثلا الله اكبر يعني ما شاء الله عشان مش عايزين نحسد، في ناحيه اليمين احمد فتحي ومحمد هاني، ناحيه الشمال معلول، ولما لعب محمود في حسين السيد وفي معلول وفي محمود وحيد، محمود وحيد لعب المباراه اللي فاتت كان هايل، محمود وحيد كمان لما ايمن اشرف كمان سرد باكات ما شاء الله، اذا كان ايمن ومتولي وياسر ورامي ربيعه محمد هاني كمان بيلعب، فتحي بيلعب، حمدي فتحي بيلعب، الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله، فكل مكان دلوقتي النادي الاهلي عنده فرقه اللي لو غاب واحد او اثنين مش هيحصل اي تاثير، سعد سمير كمان سعد ان شاء الله لما يرجع بالسلامه اتمنى له بالتوفيق ان شاء الله ويرجع بسرعه، محمد محمود طبعا، صالح جمعه لما يرجع، في لعيبه يعني دلوقتي انت ما عندكش مشكله في العيب، ما عندكش مشكله في واحد يغيب، هي دي الفرقه اللي بتلعب على بطوله، في النادي الاهلي مع فايلر لا في شكل مدير فني ساعات كابتن احمد بلغه الكوره شايف مدرب شاطر ما انا بقول لك ما انا بقول لك حضرتك ما نلفش كتير، لا راجل بيشتغل بيحفظ، ما انا بقول لك في النادي الاهلي في اوقات يجيبوا مدير فني النادي الاهلي يعمل اسمه، ودي اوقات كتيره جدا عادي جدا، لعيبه النادي الاهلي عندها من القدره ان يكون عندها مدرب متوسط وتعمل بيه نتائج عاليه جدا،
لكن مع الراجل ده مش انت مش مطبوع انك انت بتكسب بس، لا في شكل، في اداء، في جمل. اتفرج مثلا على الكور السبت، الجون الاولاني بتاع الماتش اللي فات بتاع ديانج، كورنر بطريقه معينه، هي ما كملتش الشكل قوي بس كورنر شغالين عليه حافظينه، اللي هي تتلعب على القريبه على الارض، واللي راح على القريبه هيعملها بكعب رجله كده للي جاي من اللي جاي اللي هو شاطر، بس هي ما جاتش الشوطه بقى قلشت من من الشيخ وراحت ديانج. ده كورنر برضه المدرب، فيه مدربين متخصصين في الكوره الثابته. وانت عارف ان دلوقتي لو اتفرجت على جميع الدوري في العالم وبطوله اوروبا 80% او 85% الاهداف بتيجي من كوره ثابته دلوقتي طبعا. فالتركيز ان انت تكون مميز في حاجه زي الكوره الثابته دي هتبقى حاجه كويسه جدا. وحصل خلال المباراه كذا كره ثابته كده، تعرف ان لا في حاجه، في مدرب شغال، في مدرب محافظ اتنين جنب بعض بيلعبوا ازاي، في ده لما بيتحرك كتل الجنب بيشتغل الجنب التاني بيعمل ايه، في فوقان في اللعيبه. فالحمد لله احنا شايف الله اكبر يعني مجموعه من اللعيبه فايقه قوي. وده الحاجه الحلوه انك انت يوم المباراه ان يكون عندك اكتر عدد فايق في المباراه. طب تفسير حضرتك الفني بما ان اتكلمنا على ديانج وهدف ديانج، ديانج خروجه من مباراه بكره مباراه 18 مع احمد الشيخ ومعاه صالح جمعه. خلينا نتكلم على ديانج. يعني هل حضرتك شايف ان الراجل بما ان بسم الله ما شاء الله العدد كتير عنده، وبالتالي مش عارف يعني يلعب مين ولا مين ولا مين، ولا هو شايف ان سولية وحمدي فتحي احسن ثنائي موجود في الوقت الحالي بما ان هم بيلعبوا مع بعض بقالهم فتره؟ هي دي عشان بس ايه حضرتك عارف ان مش لازم تكون لعيب كويس لوحدك. تمام، دي حاجه. والحاجه الثانيه، هل يا كابتن هو بيبص على ان اللعيبه اللي يكون موجوده معاه في السكواد او في ال 18 او السبعه اللي موجودين على مقاعد المدراء السته اللي هو غير حارس المرمى يكون كل واحد فيهم بيلعب اكتر من مركز علشان خاطر يعني لو اتزنق او لو اضطر ان هو يلعب فضلا عن ديانج ان هو لو موجود وبيلعب في مركز واحد بس وكمان بالزبط. مش بقاله كتير في الفرقه، هل كل السيناريوهات دي ممكن يفكر فيها او حضرتك فسرتها كده؟ بص المشكله ان المدير الفني مش احنا ما بنخشش جوه دماغه. صح، ما احنا بنحاول نفكر مكانه، بنحاول نقول ايه وبنوصل، ممكن نوصل لفكره وممكن توصل لفكرتين بالموضوع، بس برضه هو بيبص للموضوع غيرنا هو. بس الاكتر ان فعلا حمدي فتحي والسوليه لعبوا جنب بعض كام مباراه كتير جدا من الموسم اللي ماشي ديانج المباراه اللي فاتت ممكن كان كويس جدا، بس هو شاف الربط بينه وبين السوليه لسه او هو حمدي فتحي في مشكله. لا انا بتكلم هو عشان ديانج لعب المباراه اللي فاتت. انا بتكلم عموما يعني بشكل عام. فمين والمدربين اللي جنب تمال دي بيبقى في دماغه فرقه اساسيه 11 لعيب بيدي فرصه لواحد وخلاص حتى عنده فكره ان هو كويس بس مش غير المدرب المصري. اللعيب الكويس ممكن يلعبه الماتش اللي بعديه، لا هو عنده خلاص مظبط في اماكن معينه، ده لعيب اساسي. عندي المكان الثاني كويس وبيتمرن كويس وبيبقى كويس في الماتشات، بس استنى دوره ايه؟ انذار، طرد، اصابه، لغايه ما تجيله ويديله الفرصه مره ثانيه وثالثه ويظهر المره الثانيه والثالثه بنفس الاداء الكويس، يجيله تشجيع خلاص ان هو مش مشكله خلاص بقى يلعب ويبدا موضوع التدوير. لكن هو خلاص هو حاطط في دماغه الفرقه الاساسيه اللي هي نقول اللي لعبت مباراه الزمالك. هو حاطط في دماغه كده. اذا كان السوليه حمدي فتحي قدامهم السوليه وحمدي فتحي قفشه بالظبط كده، حسين الشحات، رمضان. كان في المفاجاه في اوجايه. هل بقى اوجايه هيكمل ولا ازارو؟ انت فكر معايا قول لي. اجي بعد المستوى الكبير ده اللي عمله في كمان صلاح الجزء. محسن كمان لا انا بتكلم كان ازارو اساسي تمام. فتره طويله اساس فرود اساس النادي الاهلي مين؟ اي حد ساله ازارو او مروان محسن ما حدش هيقول بس ازارو اكتر. ازارو جه ركب وحط رجله وكان عمل مباراه كويسه جدا من الزمالك. انت بقى تيجي تفكر تقول هتلاعب ازارو؟ ازارو برده من نزل المباراه اللي فاتت كان شكله كويس جدا وعمل كام واحده حلوه ويعني ممكن يشجع ان هو يلعبه اساسا. انت بقى انت تفكر تقول طب العب ازارو ولا العب اجايل اللي انا خلاص شفته قدم مباراه كويسه؟ دي بقى هتقابل مشكله الفتره الجايه وهتعمل زي قلق بالنسبه لجمهور النادي الاهلي نفسه. هو يقول لك هو ليه لعب ده الحلو في فرقه النادي الاهلي دلوقتي ان المكان فيه واحد واثنين وثلاثه على اعلى مستوى. احنا الاول في وقت من الاوقات كنا نفكر في المكان مش لاقيين بديل ليه. ازارو مثلا ازارو لا طب رمضان
في وقت مروان مصاب البديل عندك مشكله. كابتن احمد، راي حضرتك في فايلر وبيعمل حته كده اعتقد ان حضرتك هتحبها او حضرتك حبيتها من خلال متابعتك ليه الصحافه والمواقع بشكل عام الرياضيه، ان هو بيتابع فرق الناشئين وان هو دايما بيطلب اسامي دلوقتي لعيبه معينه، وبالتالي هو فاكر او هو عارف مين بيتمرن معاه، مش بيتمرن مع ناس عشوائيه او ناس عشان يكملوا السكواد اللي موجود او الفريق اللي موجود. الحته دي عايز اعرف راي حضرتك فيها ايه، وكمان لما طلب ماتشاته ان هو يتفرج على الجهاز يتفرج على فريق الاهلي لما كان موجود مع مصر الاسارتي، هل حضرتك شايف ان كل الربط اللي بيعمله كل الشغل اللي بيشتغله يدل فعلا ان هو المدرسه الاوروبيه او المدرسه اللي ما تشتغل في اوروبا بتفرق عن المدرسه اللي جايه من اي حته ثانيه؟ بص، هو يعني من وجهه نظري فايلر جاي وعارف ان تجربه النادي الاهلي دي هتوديه في حته ثانيه خالص. فجاي مركز قوي، عايش جوه النادي الاهلي بكل تفاصيل النادي الاهلي، يعني الفرقه، اتفرج على الفرقه وهي مع مستر مارتن لاسارتي. اتفرج عليها. بعد ما اتفرج عليها وحط عينه على اللعيبه، شاف اللعيبه. بعد ما خلاص حط المستوى لكل لعيب بدا يبص على قطاع الناشئين دلوقتي. اتفرج على فريق 99 وسمعت ان هو اختار ثلاث لاعبين هيخشوا معاه الفتره الجايه. بالاسم. شافهم في التمرين كده، يعني شافهم كذا مره وهيبدا يدخلهم معاه في التمرين. فدي بص الراجل عايش حاطط في دماغه ان 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 فعلا ان انت عارف النادي الاهلي نجاحك فيه بيوديك في حته ثانيه خالص. في افريقيا، في الدول العربيه، بتروح في حته ثانيه. يعني نجاح هو يعتبر مدرب لسه يعني اسمه مش جامد قوي حتى في الدول العربيه، لما يجي ينجح في النادي الاهلي هيتعمل له موضوع ثاني وتعمل له حسابات ثانيه ويتحط في حته ثانيه خالص. فانا حاسس ان هو جاي ان دي مرحله فعلا. وحصل افتكر حصل انتقادات كبيره جدا لمجلس اداره النادي الاهلي لما قالوا فايلر، ايه فايلر ده؟ مين فايلر؟ اشتغل فين؟ في تجاربه الافريقيه، في تجارب مستفزه. يا كابتن اشتغل فين ده؟ اشتغل يعني جدا. كابتن انت ممكن اسالك سؤال، فرانك لامبرد اشتغل فين؟ لسه اول فرقه تشيلسي، يعني الفرقه درجه ثانيه اللي هي لعبتهم في الكاس بالظبط. تمام. فالفكره يا كابتن حضرتك عارف ايه، ان احنا ممكن تكون الثقافه مختلفه بعض الشيء، لكن يا كابتن الجمهور بره بيساعد، الجمهور بره ممكن ينجح بالظبط واحد مش ناجح علشان ينجح، لكن احنا هنا يا كابتن الناجح ممكن نفطسه. الميديا بقت صعبه جدا، السوشيال ميديا بالظبط بقت حاجه، ايوه بقت حاجه صعبه جدا. خلاص الناس اتجمعت ومحدش فاهم حاجه ويمشي ورا كلام والناس تمشي ورا كلام. عارف يا كابتن انا يعني كابتن السوشيال ميديا فكرتي عنها ان ممكن واحد ينتقدك، طيب حلو انا عايز اشوفك عشان انتقدك، ما هو انت واحد مستخبي كده. انت واحد مستخبي ورا التليفون او ورا الجهاز الكمبيوتر، فانا مش عارف انت مين. طب انت بتنتقدني، طب ما تعالى بمكاني عشان تشتغل وريني هتعمل ايه. هي دي فكرتي، لكن مش الكل طبعا، لكن انا بتكلم على المعظم اللي بيكون موجود كمان. هم عايشين الانتقاد بس، ينقد اي تجربه. اعتقد يا كابتن ان هم بعد الماتش الزمالك الدنيا الناس كلها اتخضت. طبعا اتخضت طبعا، مش مكسب بس، مكسب واداء، هو ده اللي بتكلم عليه. انا مش بتكلم مكسب، انت ممكن مكسب عادي مباراه، ما الاهلي كسب الزمالك اخر مباراه مع لازارتي، مع انت قلت ما انا بقول لحضرتك ليه شتان الفارق، ليه مفيش كوره يعني مكسب معنوي حلو ضد الزمالك ونهايه موسم، جون بكره ثابته علي معلول ووقعت من حارس المرمى وتحطها. لكن بنتكلم بقى في جمل وشكل واداء وربط و حظ وحش للاصابات. لو واحد بس كان اتصاب كنا ممكن نكمل. مشكله بتلعب ضد نادي برضه، نادي الزمالك نادي طبعًا كبير طبعا، مش بتلعب اي فرقه واثنين اتنين مساكين يتصابوا والاثنين المساكين يلعبوا مش مكانهم، دي حصلت مشكله كبيره جدا، هي دي اللي اثرت في النتيجه. كانت النتيجه رايحه حته ثانيه خالص. طب كابتن احمد عشان الوقت بيجري معايا، فانا عايز اروح مع حضرتك لحته ثانيه، كابتن احمد عبد الفتاح وذكرياته في النادي الاهلي. عايز اتكلم معاك شويه بقى كده في النادي الاهلي وذكرياتك ايه، ويعني يعني اكيد يا كابتن في شويه حاجات كده عايز اتكلم فيها، عشان دايما بنحب نروح مع اللعيبه القدامى واللعيبه اللي كانوا ليهم ذكريات وتاريخ في النادي الاهلي. نروح للجزئيه دي عشان الوقت بيجري، فانا عايز اسال بقى حضرتك ذكرياتك والجيل بقى كنت موجود معاه واول يوم في النادي الاهلي وازاي جيت النادي الاهلي والحاجات الكتيره حضرتك عارفها دي. لا ده مواضيع كتيره بقى، انا اصلا موجود في النادي الاهلي وانا عندي 12 سنه. تمام. رحت ازاي؟ كان مركز شباب. حلو. مركز شباب الزاويه. ماشي. اولا ما كنتش بلعب في مركز شباب الزاويه. ماشي. انا بقابل واحد في المدرسه عندي وقال لي انا بلعب في مركز شباب الزاويه وانا عايز الجزمه بتاعتك دي عشان العب بيها بكره، انت عارف احنا صغيرين بقى ومناطق الشعبيه عشان بكره نلعب الاهلي.
اهلي وانا باهلي عايز اقول لك انا بشجع الاهلي بقى، مش عايز اقول لك انا وانا صغير مش عايز اقول لك انا، ومع ان والدي كان زملكاوي الله يرحمه الله يرحمه زملكاوي بقى زملكاوي علقه. فقال لي قلت له طب لمين يا كابتن اهلاوي حضرتك طلع؟ لخلاني صح كده خلوالي ده خلى على طول اللي بيحاول خالي كان بياخدني وانا صغير في الاستاد وفي الدرجه الثالثه ورا الساعه. طب كان الوالد بيعمل ايه؟ لا كان بيقعد في البيت بقى يقعد يشرب سجاير عشان الزمالك. كان بيعمل ايه لما الوالد كان؟ لا عادي جدا كان سيدنا العادي يعني في ديمقراطيه ماشي. فقال لي قلت له هتلعب اهلي؟ قال لي مين يا ابني؟ قال لي والله نلعب الاهلي بكره. قلت له ماشي. فرحت اشوف مركز شباب الزاويه ده اللي هيلاعب الاهلي بكره. فرحت قابلت واحد صاحبي هناك بس بيلعب في الفرق الاكبر، احنا بنتكلم في 13 سنه. فقال لي تعالى انت ايه اللي جابك؟ قلت له قالوا لي ان هيلعب هنا الاهلي وهيلعبوا الاهلي. قال لي ده تعالى اعرفك على المدرب. والله العظيم كده بالظبط. الدنيا سهله قوي. لا 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 الدنيا سهله قوي. انا لابس بنطلون جينز وتيشيرت مش لابس لبس كور. فالمدرب كده شافني مش هنسى اسمه كابتن رضا والله مش هنساه الراجل ده. على فكره كان هو الراجل ده كان في زمان بيودوا لعيبه للنادي الاهلي هو ده كان شغال طول عمره زي كشاف سكاوت بالظبط كده. فالراجل قال لهم يا جماعه قال لي تسلم عليا قال لي طب تعالى لي يوم الجمعه والماتش كان الاربعاء انا فاكر كويس. قال له لا 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 جمعه تيجي؟ لا 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 خالص رحت خدت قال لي اللعيبه اللي هتيجي بقى تلعب الاهلي تيجي تيجي ناحيتي كده. رحت ما اعرفش ايه اللي خلاني اقعد معاهم بتكلم بجد والله يعني حضرتك قعدت معاهم كده؟ صغير بقى 12 سنه مش فاهم حاجه. فالراجل بص لي بص لي كده ليه لابس بنطلون وقاعد مع الناس قال لي بقول لك ايه تعالى مركز شباب بقى وكان زمان مركز شباب غير دلوقتي الدنيا صعبه. قال لي روح هات كوره من الفرقه اللي بتلعب هناك دي هات كوره وهتعالى يشوفك. ها رحت هات كوره قال لي كوره قال لي اعمل كنترول كده كان زمان بيقول خد نطط. ما نطط نطط كده مش نطط 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 تك تك قال لي طب كده بقعد هنا. انا بقول لك عمري ما لعبت على ملعب كبير بلعب في الشارع بس. قال لي تعالى تعالى معانا بكره. طبعا مش هقول لابويا انا رايح النادي الاهلي بكره وعندي مدرسه. رحت مزوغ المدرسه وش كده كده قدمت زوغت من المدرسه رحت معاهم. طيب رحنا تاني يوم بنلعب فرقه مين بقى؟ كانت فرقه 13 سنه في النادي الاهلي كانت 12 سنه كان كابتن فرقه وليد صلاح الدين بس حبيبك دلوقتي بس وليد ما كانش موجود. فكابتن السايس فبنلعب المباراه. المهم الراجل حط تشكيل طبعا ما شافنيش في الملعب قبل كده راح حط تشكيل انا مش موجود فيه وانا ما اعرفش وقال تشكيل انا ما اعرفش برده تشكيل ده 11 الملعب ولا يا كابتن لا ايوه كابتن مش درجات كده لا لا راح بص لي كده قال لي بقول لك ايه اقعد انت مش عارف مين هو لاعب انت احمد يعني لاعبك دي ماشيه خالص دي ماشيه لما بيكون ربنا رايد بتريق خالص غلبنا 17-0 وبتروح اتغلبت 17-0 طب اهم حاجه بقى عملت ايه يا كابتن احمد اقسم بالله انا مش فاكر انا عملت ايه بس في كوره جت لي رحت واخدها على صدري كده موقفه بطريقه لقيت كابتن سايس باصص لي كده قال لي انت مواليد كام؟ هو طبعا الفرقه اللي كان احنا رايحين بيها انت عارف تمام المواليد الاكبر تمام باللاعب سن صغير طبعا. بس انا كان سني نفس المواليد ده فهو قايل له دول مواليد مثلا ايه 69 68 فقال لي مواليد كام؟ قلت له انا مواليد 71 قال لي يعني 13 سنه 13 سنه قلت له قال لي بتطلع لي بكره الصبح الساعه 7 الصبح انت بتروح المدرسه ايه؟ قلت له بنروح مدرسه الظهر قال لي تجي لي بكره الصبح الساعه 7 تمام رحت 7 الصبح لقيت كابتن سايس واحنا في اخر الموسم جايب لي تيشيرت النادي الاهلي والشورت بيسلمني اخر الموسم وقال لي اتمرن معانا بس كده واول الموسم هتبقى معانا ان شاء الله. طب والكابتن بتاع مركز شباب الزمالك عمل معاك ايه؟ خلاص بقى ما خلاص ما هو ود لا انا خدوا بقى ثلاث كور وشبكه و يا نهار ابيض اكيد ده اكيد ده اكيد بس انا ما اعرفش بس هو اكيد يعني وكملت بقى لغايه 20 سنه 21 سنه وفريق الاول سنه 93 كان اول سنه ليا مع النادي الاهلي السنه اللي جه فيها رضا عبد العال وعمرو الحديدي من بره وجمال السيد الموسم اللي هو كان الزمالك فارق وبعد كده فريق الاهلي فريق الاحلام بالظبط كده الدور الاولاني كان فرق 13 بونت المهم اللي حصل السنه اللي فاتت نفس طول ما جماعه ده حصل معايا سنتين سنه 93 94 95 والزمالك كان فرقه وكان يسبقونا الدور الاولاني كده ويجي الدور الثاني احنا ناخد البطوله. كان معانا بقى طبعا لعيبه كبار بدايه من كابتن احمد شوبير وكابتن عبد الصادق كابتن حمله صدقي وكابتن عبد الجليل كابتن محمد يوسف كابتن نخله حاجه لا نخله لا نخله كان لسه ما جاش انا بحاول افتكر الجيل فرقتي بقى فرقتي اللعيبه اللي انا بحبها فرقتي انا بقى الاثنين طلعنا فريق اول انا ووليد صلاح الدين وهادي خشبه واحمد ايوب احنا الاربعه طلعنا فريق الاول من الفرقه بتاعتنا. كان بقى مشير حنفي موجود محمد يوسف عبد الجليل عادل عبد الرحمن
عمرو انور، كابتن محمد رمضان، كابتن ايمن شوقي. المشكله انا ما كنتش بلعب كتير. ليه بقى؟ الفتره بتاعتنا عمر كان 16 لعيب في القايمه. دي صور كانت بطوله، دي بطوله افريقيا 93 دي يا كابتن. انا عايز اقول لك انا لعبت الماتش النهائي بالصدفه برضه. لو حكيت لك الموقف هتضحك والله بجد هتضحك. ده 93 لما لعبنا افريكا سبور هناك، تعادلنا 1-1 وكسبنا بقى هدف عادل عبد الرحمن بضربه جزاء. قصه كانت اول سنه ليا في النادي الاهلي ورايحين كان ساعتها 20 لعيب بس مقيدين في افريقيا. فكان الان هاريس المدير الفني قال لك احنا هنسافر بالناس كلها. وانا ما بلعبش. كان مين اللي بيلعب؟ كان لما بيجي نلعب في افريقيا كان بيلعب كابتن حسام حسن فيرويد لوحده، واحتياطي كابتن ايمن شوقي وكابتن محمد رمضان. كابتن حسام حسن موقوف. مين يا كابتن؟ كريم مغني. كريم، كريم مغني، دكتور كريم ده. دكتور طيب كمل يا كابتن. احنا الاربعه هول اللي كنا مقيدين في الفرقه. الموضوع ده غريب جدا اللي حصل ده عمر، ولا من التجارب الغريبه جدا اللي حصلت لي ومن الموقف اللي عمري ما انساها. فانا مسافر معاهم، بقول لك بنلعب فيرود في افريقيا، كابتن حسام حسن بيبقى احتياطي، كابتن ايمن شوقي محمد رمضان. في الدوري كابتن حسام حسن كان في مشكله ساعتها، ما بيلعبش دوري موقوف. بيلعب في الدوري كابتن ايمن شوقي ومحمد رمضان فيرودين. وكان ساعتها 16 لعيب وخمسه في القايمه وتغييرين بس. فكان موضوع صعب جدا ان انا العب او اتحط في السكور. بس يا كابتن اللي حضرتك حكيت لي ده هتلعب. الصدف اللي بتحصل يا كابتن في حياتك ده يا كابتن هتلعب. لا لا لا, لا دي الغريبه بقى. فكان في مشكله بين كابتن حسام، مش مشكله يعني، ماشي، لا كابتن ايمن يعني سوء تفاهم. بيتضايقوا لما مثلا ايه احنا بنلعب في الدوري، يجي في افريقيا تروح مقعدنا وهم مكسرين الدنيا في الدوري. يعني الدوري مثلا كابتن محمد رمضان جايب له جونين وكابتن ايمن جايب 3 جوان، يجي يلعب في الدوري يوم قعدوا محتياتي ويلعب كابتن حسام حسن. طيب كابتن حسام حسن في افريقيا يجيب له جونين 3 برضه. فالراجل هو على الاجانب بيبقى حاطط في دماغه طريقه لعب معينه ايا كان مين هو، ده الاساسي خلاص. بس حضرتك عارف كابتن حسام بيحب يلعب على طول. لا، وكابتن حسام كان لسه جاي من سويسرا محترف، وكان طبعا، وكابتن رمضان برضه كان طبعا. كابتن طبعا شوي بص. كابتن رمضان مش ممكن بقى، انت بتشوف في اللعب الخماسي بنلعب مع بعض عامل ازاي. شوف بقى كابتن رمضان محدش بيلعب جنبه من الكوره ابدا، بيحضن على مصر حاجة كلها. حاجه. كابتن ايمن شوقي كمان طبعا. حاجه طبعا، حاجه مش عايز اقول لك يعني. فالعب مين في وسط الناس دي؟ فجينا الراجل كان عندنا ماتش الجمعه افريكا سبور. افريكا سبور كانت فرقه مش طبيعيه. ما اسمها كان يخض زمانها كابتن. السنه اللي قبليها كانت غالبه الاهلي 4-1 في افريقيا ومخرجنا، واحنا رايحين نلعبهم في النهائي. كان ماتشين يا كابتن صح؟ ماتشين. ماتش كان النهائي الاولاني كان هنا، الاولاني كان هناك. فرقه كانت يعني احنا واحنا وانا في الاوتوبيس هناك كانوا بيقعدوا يشاور لنا يقولوا لنا النتيجه 4. الجمهور بيقعد يشاور لنا الاربع تجوان هيجوا ازاي، نفس النتيجه اللي فاتت بيتكلموا عن النتيجه. هيحصل انا بربط الاحداث. هيحصل كده. انا بقى طبعا انا طالع فسحه، انا مش دماغي العب. يعني انا طالع معاهم ساحل العاج بس طالع فسحه، مش هلعب، مش ممكن يعني، هي الحسابات مش ممكن. فجي المباراه الجمعه قال الاربع هنلعب يا جماعه، اول مره اقول التشكيل بدري، هنلعب كذا كذا وكابتن حسام حسن فيرود وايمن شوقي وكابتن محمد رمضان احتياطي. كابتن محمد رمضان وايمن شوقي قالوا له لا معلش مش هنقعد احتياطي. كان في بقى مشكله قال لهم خلاص اوكي ماشي احمد احتياطي. يا قلت مش مشكله احمد احتياطي، هعمل ايه انا هكمل ال 16 يعني قاعد على ملعب. كنت لسه ما لعبتش ولا مباراه رسميه مع النادي الاهلي ونهائي افريقيا في ملعب افريكا سبور. انت كمدير فني لا يمكن، لا يمكن. انا اخاف عليك اصلا. صح، اخاف عليك. لا الاجانب ما عندهمش بقى كده. طيب ما عندهمش الحته دي. رحنا المباراه الجمهور خنزير مدبوح والدنيا. ما انا عارف، وانا حكالي ما انا المشكله انا برضو يعني ايه، عشان حاطط في دماغي ان انا مش هلعب، مش مشدود احتياطي. بس مش اعصابك هاديه. صح. قلت مش ممكن اتحط ان انا هلعب، يعني مش ممكن. انا مش عايز اقول لك كمان انا اتقيدت ازاي في الفريق الاول، ده موضوع قدري برضو غريب جدا، عشان بتقول لك الموضوع كله قدري. فجي بعد الشوط الاولاني احنا كان عاملين مباراه هايله، بس فرقه جامده جدا. كابتن ابراهيم حسن انا شايفه في الملعب التيشيرت بتاعه متقطع لغايه هنا مفتوح كده، كان زمان ما فيش تغيير تيشيرت، هو تيشيرت واحد انت عارف. كتر خير الدنيا. بيلعب عليه وينج ليفت 2 متر، حاجه مش طبيعيه. مش طبيعيه، وماسكنا هارينا. فلقيتهم بيقولوا لي ياسر ريان ماسك بطنه وعايز يغير امسخ. طب ياسر بيلعب في مين؟ انا بلعب فيرود. كابتن شوقي قال لي امسخ.
بين الشوطين قلت هسخن واكيد ياسر هيكمل الماتش هياخده والله. واتغيرت بين الشوطين؟ لا كملنا شويه بعد 10 دقايق عبد الجليل راح جاب جون. فقالوا يلا تنزل مكان ياسر كابتن ياسر هتلعب ايه؟ هاف يمين. اوكي رحت نازل. انا بلعب مهاجم فهتلاقيني بتحرك مهاجم فاول كوره جات لي رحت لعبها لكابتن حسام ورحت طالع قدامه وانا سبقته ورايح ورحت شايط الكوره جنب العرض لقيت كل الجهاز واللعيبه كلها عاملين صرخوا لي اوه فينا ما ترجعش ما تقدمش فرقه جامده جدا ومسكنا 30 دقيقه انا عمال ادافع انا وكابتن ابراهيم حسن والحمد لله جابوا جون فينا في اخر 4 دقايق واحد واحد. جينا المباراه النهائيه هنا حصل نفس الموقف حط التشكيل كذا كذا بس الكابتن ايمن وكابتن رمضان قعدوا احتياطي ما لعبتش فعلك ما كنتش موجود ما كنتش موجود في الماتش النهائي بس يا كابتن طبعا يعني ذكرياته بطوله مهمه جدا انا واخد انا 3 سنين انا 4 سنين موجود في النادي الاهلي في الاول واخد 7 بطولات بسم الله ما شاء الله 3 دوري 2 كاس بطوله عربيه بطوله افريقيا في ناس بتلعب سنين طويله ما بتشوفش دوري عربي. كابتن احمد بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا اتكلمنا في حاجات مهمه جدا وحاجات شيقه جدا وتاريخ وبطولات حتى في مشوار حضرتك التدريبي بتمنى لك التوفيق طبعا وبتمنى لحضرتك النجاح واحد من الكوادر المحترمه الخلوقه جدا وطبعا يعني صديق شخصي بعتز بيه كابتن احمد بتمنى لك التوفيق وبشكرك شكرا جزيلا يا كابتن متشكر جدا والوقت عدى بسرعه معاك والموضوع ما كانش تحس انه مش برنامج احنا كنا بندردش مع بعض صح حاجه الحمد لله وتوفيق بكره للنادي الاهلي والموسم ده ان شاء الله ان شاء الله اشكرك وصلنا مع حضراتكم لنهايه الفقره الحواريه الثانيه مع نجم النادي الاهلي الكابتن احمد الفتاح نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده تصبحوا على خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.